اتعلم باللي انك تعيش للاخره يعطيك ربي الدنيا، ويعطيك ربي الدنيا مش معناتها الدراهم، يعطيك بركه تعيش بها. واذا اعطاك البركه والله ما تسحق حاجه، والله تعيش في نعيم وتعيش في سعاده. ولذلك من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. الانسان اللي عنده ربي، اللي عنده ربي والله تنحي له كل شيء غير يعيش ما شاء الله. والله هو يعيش سلطان عنده ربي، نحي له الدنيا كلها. ولذلك الان وكي تفقد ربي، خسرت ربي، خسرته ماكش مليح معاه، الاذان يأذن انت ما تصليش، ما تذكرش الله، نهار كامل عايش ما على بالك تاكل بيمنى ولا باليسرى، كيف كيف عايش كيما حبيت انت، ما عندكش حاجه تمشي بها وهي القانون تاع رب العالمين. ما راكش تسال كيفاش هاد السنه، كيفاش هاد التوحيد، كيفاش دين الله عز وجل، كيفاش نخدموا به، ماكش ما على بالكش كاع بالدنيا وماشي وخاسر رب العالمين. يا والله تكسب مئات الملايير والامه كامل تحيلك، والله غير تعيش خاسر. ربي يعافينا ويعافيك، لانك فقدت واحد الكون كله يمشي تحت يده، وفقدت واحد هو الخالق لهذا الكون، وفقدت واحد هو راه يقول لنا وان من شيء الا عندنا خزائنه. ربي قالنا شوف، تحوس على الزين، تحوس على المال، تحوس على السعاده، تحوس على التوفيق، تحوس على الايمان، تحوس على اي حاجه، الخزائن راهي عند مولانا، المفاتيح راهي عنده. فلذلك اكسبها مع مولاك تعيش في راحه تامه وتعيش في سعاده، وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى. العاقل الذي يعتني بتغذيه قلبه قبل تغذيه بدنه، والا يولي ما عندناش توازن، واش ولينا؟ ناكل ونشرب وعايشين وخلاص. لو كان يجي انسان يسالنا في الشارع على خدعه يقولنا علاش راكم عايشين، والله ما نعرف وين نجاوبوا. عايشين باش ناكلوا، عايشين باش نعيشوا، عايشين باش نربوا الاولاد، عايشين لا 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 ماشي هذه. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل اناس بامامهم، اي علاش خلقك الله؟ خلقك باش يوم القيامه يقول لك ارواح وكلتك وشربتك ولبستك ورقدتك وفرشت لك وسكنتك، اعطيني واش درت؟ بعثناك ميسيون، اعطيناك الفريد ميسيون سيدي، واش درت لنا الميسيون هذه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذه المهمه اللي خلقك الله على جلها. فالان انت يا ماشي معناتها ليعبدون معناتها تريح نهار كامل في المسجد، لا لا لا. يعبدون كيما كيأذن المؤذن تكون حاضر في المسجد تلبي نداء الله، كيما انك تقوم بامورك اللي اعطاها لك الله في الحياه، بصح ما تجعلهاش هي الهدف وتقول العمل وعباده. اللي يزكي نفسه ويجلس مع روحه ويقول يا لطيف واني غلطت مع فلان اليوم، وش بيا اليوم اللي عندي اليومين ما صليت في الجامع، وش راني الصلاه مانيش نصليها مليح، راني ننقرها، مانيش نخشع في صلاتي. راقب نفسك وقعد مع المرايه تاعك، تسمى كي تجلس مع روحك راك تنقي فيها. قال انا كاين عند العاده هذه لازم نحبسها راح تدخلني جهنم، ذريتي راني مهملها لازم نعاود نشوف راهم يصلوا ما مش يصلوا، راهم يخافوا الله ما مش يخافوا الله. قال عندي زوجه هذه لازم نشوفها مستوره مش مستوره، راهي تخاف ربي. يعني عندي امانات، عندي امور راه ربي يحاسبني عليها. المعصيه راني ندير فيها بزاف، بالك ربي راح يختم لي بها، خاطرش انسان كيكرر في المعصيه تاعو ربي يختم له بها. خاف على روحك. قال عندي ديون لازم نقضي امور الناس، كاين عندي امانات تاع الناس لازم نرجعها لهم، كاين امور حق الناس راني ظالمهم، كاين امر يتامى راني ماكلو. تبقى تنقي في روحك. وقد خاب من دساها، اذا كان البنادم هذا اللي يعيش واش معناتها دساها؟ واش معناتها دساها؟ يكاموفليها، كاموفليها كيما رانا احنا على هذيك نفهموها بسهوله هذيك كلمه دساها، كيما رانا احنا يقول لك الحمد لله انا مش الحق في الجوامع. مي فلان راك عاق والديك، راك تارك الصلاه تاعك، يقول لك لا الحمد لله انا بصح انا يا خويا ما ناكلش ام ولاد، ياك قاطع الصلاه مع ربي، راك العلاقه مع ربي مقطعها بالمقص، يقول الحمد لله بصح انا ما ناكلش ام الناس، ما ناذيش الجار، ما نصليش بصح ما نديرش هذه، ياك قال صح ماكش ديرو يا محمد، مليح ماكش دير الامور هذوك، بصح ماكش دير حاجه مهمه. والانسان لما يدير هذه الامور هذه راح يولي يغطي على روحه ويكذب على روحه، راهو يكذب على نفسه. ولذلك الان احنا واش نديروا؟ الحمد لله انايا حجيت اعتمرت درت هذيك نصلي في الجامع ما شاء الله الحمد لله ما ناديت. هو راهو يغتاب راهو ينمم راهو يدير شحال من حاجه بصح ما يفيقش روحه. لما تجلس مع نفسك ما تقولش انا الحمد لله ما شاء الله كل شهر مري قل لاباس راني هايل انا، ايه وكان جيت وزني انا مع ذوك اللي يشربوا وشرب، ما تقارنش روحك مع هذوك، قارن روحك مع الصحابه لكن حاب تطلع لفوق. ولذلك الان ما تغطيش على روحك،
بينك وبين الناس غطي، استر روحك بينك وبين الناس. كي تقعد انت وياك، انت وياك برك، انت وحدك انت ونفسك، وش تدير؟ خرج كلش حطه فوق الطابله وما تكذبش على روحك. قال انا شوف هذه وهذه 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 راح يدخلوا لي النار، لازم نحبسهم بالصرامه بالصرامه. تعامل هكذا قانون قوي مع نفسك، ما ترحمهاش. لذلك قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها.